عاد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود إلى شوارع مدن جبل نفوسة بالتزامن مع إعادة فتح معبر راس جدير، وعاد الحديث عن إجراءات مكافحة تهريب الوقود في المعبر، وأصبحت اهتمامات المواطن اليوم تنحصر حول كيفية تأمين حاجاته اليومية من الوقود وكيفية التعامل مع هذه الأزمات التي لا تقتصر على أزمة شح الوقود، بل مجموعة من الأزمات توالت الواحدة تلو الأخرى والمواطن يقف بمفرده في مواجهتها. بنزين ما فيش، بنزين تجيب كميات بسيطة، والضي دائما يهرب الضي، الضي مرات يمشي 3-4 ساعات. أنا نجي الصبح لا ندور من الأشياء ما لقاش بنزينة. تعشيني عنده حق جي بنزينة بعد أسبوع جي ولا 10 أيام جي نقلك بنزينة. كيف يعني؟ والضي والحرارة، أنت تعرف الصيف الحرارة 49 و48 و50، احنا راه نعانوا في معاناة ما يعلم الله بحال. أسباب عودة الطوابير أمام محطات الوقود هذه المرة مختلفة، فأغلب أصحاب محطات الوقود اشتكوا من نقص في كميات الوقود المخصصة للمحطات، بالإضافة إلى الحديث عن معضلة تعطل مضخات الوقود وعدم قدرتها على الضخ في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذه المحطات هذه فيها ممكن فيها مضخة واحدة تخدم، الرحبات مضخة واحدة، جوجين ممكن مضخة ولا اثنين، تجيك طلبية بعد 3 أو 4 أيام. صيانة مضخات، توفير زيادة في الطلبيات، لا البوابة، فتحت البوابة هذه هي اللي زادت بنزينة كلها شهر مشت راس جدير ولا شن قصتها، قبل ما تنفتح البوابة الوضع 100-100. عودة الطوابير أمام محطات الوقود من حين لآخر وفي دولة نفطية يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب فشل الحكومة وأجهزتها المعنية في معالجة هذه الأزمة من جذورها، ومدى جدية مكافحتها لتهريب الوقود، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية المكلف حول فشله في بسط وزارته السيطرة على مدينة الزاوية، حيث توجد ثاني أهم مصفات للنفط في البلاد والتي تعد شريان الحياة للمنطقة الغربية بالكامل.